كلام من احمد فارس. مالك مالك برد برد مالك، في وقت في وقت، هو بدأت الشوط الاول ثاني مشعل. في سافره في سافره في سافره تنسمع، في سافره تنسمع في الملعب يعني. على الهدف لو سمحت، انا ادري بكعب الهدف الغرفه الشوط الثاني. كلمه كلمه، حالتك حاله. الله يرحم والدينا. خلاص الله يستر، بس الله يستر. شوف شوف طلع بلال، المفروض يدخل ماركوني، مدخل لي احمد فارس، المفروض ما يدخل احمد فارس. كان هدف يكون من اللحظات الاخيره، كره لعماد الحوسري، لعبه عرضيه وفابيو سيزار. ما ادري ما ادري ايش اقول لك. 89 على اليوم انا فايز. انا احسن في الوقت الاضافي بجيبوا الجوال، وهذا القصه. والله الحكم ظلمنا، والله الحكم ظلمنا، والله كفو، والله كفو. هذا الاسود، هذا القصه، هذا هو. لكن انك تسويها في يعني خلاص برا خلص. اسود اسود اسود. ملك ما صبرنا واجد، صبرنا واجد. وذا الكاس نعاني عليهم، هذول غرافه. ايش غرافه؟ يقومين محترفينكم. هذا هو، هذا الريان، هذا الريان الدوري، هذا الدرع، هذا الريان هنا، هذا الدرع، هذا كاس الكاس. سمير الريان، ريان بشر. بصير الفهدي يخاف من الاسد اكيد، وهذا شيء يثبت الاسد هنا. هنا هنا الملعب. الريان ها، شفتوا بدون انفسه، شفتوا ايش سوى؟ خلاص خرافه كلام. طبعا هذا هو الحال في مدرجات الملعب أنس. حقيقة هذه كانت نهائي مبكر صراحة لسيد سمو أمير البلاد. ظروفك كيف كانت يعني في الوضع هذا؟ في الفوز يعني؟ لا في الوقت الحالي هذا. الوقت الحالي الحين صار كأني فكتوني في المباراة صراحة، ما شفتني يعني أنت في المباراة، بس فعلا يعني شعور طيب. أنا مستغرب من للأسف يعني جماهير الغرافة، وللأسف لعيبة الغرافة، وللأسف على رأسهم الأخ ماجد الخليفي، شلوا خريطة الريان، نادي الريان شلوها من الخارطة. لا لا، أبي أقول لك، خليك جاهم الخليفي لها التحية والتقدير. 7 دقائق أول هدف، شو كان شعورك مثلا وشعور جمهور الريان؟ أنا كشخص يعني أتابع دائما المباريات. أيوة. أنا ارتحت أن جاء الهدف في أول 5 دقائق، ومش أول 7 دقائق. أول 7 دقائق جاء؟ أول 5 دقائق تقريبا. أوكي حلو. جاء الهدف أنا ارتحت، لاني داري انه بيرجعون للمباراه، وكنت متخوف، عندي تخوف بسيط انه يجيبون الهدف الثاني. وكنت اتمنى انه يروح الهافتيم الاول يمر على خير، والحمد لله. طيب انتم تدري انك انتم تعديتوا مرحله، والمرحله هذه لها تحيه وتقدير حقيقه للاعبين اولا وللجمهور الكبير. انا بارفع القبعه والعقال للجمهور الريان الكبير اللي كان متواجد، لكن ابو فيصل كان له تعقيب ان جمهور العربي اكبر. راح نرجع للموضوع هذا، لكن ابي اسالك انت، المرحله اللي تعديتوها المشاكل. مرحله بسيطه او مرحله مهمه، القادم لو خسرتوا طلعتوا من المولد بلا حمص؟ لا ان شاء الله راح تبقوا مثل العربي. الله لا يقول ان شاء الله. انا بس انا ودي اوجه كلمه على اساس الابره البنج اللي بيعطونا اياها نادي السد، وبالذات لعيبتنا، انهم لا يسيدهم غرور وينسون مباراه الغرافه بتاتا كانها ما صارت. مثل ما هو مسحونا من خارطة، احنا نمسحهم الان، ما كانهم موجودين ولا كنا فزنا. ينتبهون للمباراه هذه. أيوه. يعطونها اهميه قصوى. مدرب السد، لعيبه السد، ترى لعيبه السد كلهم نجوم. انا ما اختلف في الناس اللي يقولون والله المدرب ما سوى شيء مع السد. انا انا كنت اتمنى انه يكون في سداوي عندي هنا علشان يرد على الموضوع اللي انت قاعد تقوله. ولكن 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 راح اخلي ايضا ابو فيصل يرد، على اعتبار انه قال اكبر قاعده جماهيريه، وهذا حديث كبير ترى دائما نتكلم عنه. ما نبي نغير الموضوع، لكن ما نبي نغير الموضوع، خلنا في السد. ما نبي الإبرة البنج هذه يعطونا اياها السداويين. لا أوكي. في لعيبه على مستوى عالي في السد، في لعيبه مهاراتهم عاليه في السد، عدم التوفيق في امور خاصه. أوكي. اكيد بين الاداره يوم فزتوا على الغرافه، يوم فزتوا على الغرافه، شو كان شعور جماهير الغرافه؟ شعور الغرافه اكيد جماهيرهم بعد المباراه. انا ما شفت جماهير، ما شفته، بس صراحه الان يوم لا لا روح، لا ما شفت شيء للحين، للحين ما شفت شيء. نروح نتابع. لا اله الا الله. جمهور الغرافه بعد المباراه. الجمهور الأحمر.
عيب قاعد ولا واحد من هذيل الغرافة اليوم راجعين كلهم ورا. ليش؟ ليش سأل المدرب ليش مرجعهم من بداية المباراة؟ كنتوا تحلمون بالأربع بالتاريخية ما صار. ما صار ولا راح تصير هذا اللعب. الحظ مش معانا. الحظ مو معانا. يستاهلون الريال. الحمد لله مرتاحين نفسيا والله يوفق الفريق في الآسيوية. قدر الله. لا قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. تاريخية ما قدرت. الحمد لله على كل حال. تاريخية المسجلة باسم السد ما قدرت. وش اللي حصل؟ يستاهلون يستاهلون. الله يوفق الريال. الله يوفقهم. الله يوفقهم. الله يوفقهم خلاص قدر الله. ما بالحكم ما سوى شيء الحكم. قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. أقول إن الغرافة يعني الدفاع كلش ضعيف وأنا هدي الفوز حق خالي ناصر اللي في لندن. ما حصل شيء الريال لعب احسن منه وفاز يستاهل. وانتم كنتوا تحلمون في الرباعيه. نحلم نقدر لو يبون هذا والله اقدر اقسم بالله لا ريان ولا غيره والله. بس ريان غلبكم ولا هذا اليوم بالحال. غلبنا قلت لك يستاهلون لعبوا احسن منه ويستاهلون. اي فريق ما يحترم الكره الكره ما تحترمه. كل الجماهير هذه اللي جات ايش ذنبها؟ وش نسوي؟ ما عليه ما هاي الكره هالشكل طبعا لازم تفوز او تخسر يعني. ما في وسط لازم فوز وخساره بس واحد فريق ما يحترم الكره ما تحترم يعني الغرفه ما احترم الكره اليوم. نعم لما الحكم يصفر واللاعب يوقف الكره ايش تنطر منه؟ تبينا نفوز الحكم والريان يلعبون علينا احنا؟ وبعدين بقول لك ما ناقصي بقول لك شيء الدوري في وين؟ الدوري في وين؟ انت جاوبني. كاس ولي العهد في وين؟ كاس كيوم بي في وين؟ ايش تبي اكثر؟ الريان فاز عليك مبارك لهم احنا لانهم اليوم احنا شفنا مباراة رقبي ما شفنا مباراة كورة. لو الريان فاز مجهوده والله لا بارك مجهوده فاز لكن من ردي النادي غرافة اليوم مستوى غرافة مش على بعضه ما ادري شو الموضوع لكن الريان لو فاز من جهده نقول له مبروك. فاز عليك وهو ناقص يا اخوي واذا شنو احنا بلال بعد مش موجود يعني شو الموضوع بلال لعب معكم من البداية يا اخي الشوط الاول طلع على طول من هذا الشوط الاول طلع ها مو ناقص الدفاع غرافة خذ ثقة زيادة فهمت الغرافه اخذها ثقه زياده واللعيبه اصلا لعبهم كلش لو تشوف لعيبه احمد فارس وغيره ما لعب الله يسلمك سلم خساره شيوخ ما يدري الخليفي ينفخ في اللعيبه اربعه يعني تلعب قدام الريان قدام تاريخ قدام جمهور شعب يعني مو بيلعب قدام درجه ثانيه وبعدين ضيعوا فرص وناقصين الريان بعد ناقصين واللعب اصلا تسرب اللعيبه استهتروا يعني وين تبي الفوز يجيك اللعيبه مستهترين وين؟ اسال لعيب واسال مجد الخليفي اربعه وين اربعه الريان؟ لعبه حلاوه هي نجيب اربعه السد واربعه خمسه على العربي خلاص حلاوه هي يعطيهم الله الف عافيه ربعي جابوا لي كاس كيو اس ال وجابوا لي الدوري وجابوا لي كاس ولي العهد زين وادوا الشوط الاول من احسن ما يكون دائما الفريق اللي يضيع فرص يستقبل الاهداف خذينا الدوري وخذينا كاس ولي العهد خذينا هالكوس يا قسنبي يا اخي احنا يا اخي فريقنا فوق يا اخي ما دام يا اخي احنا هاي مباراه كوس يا اخي تقدر تجيب جول خلاص يا اخي كلامك قبل انك انت تفوز على الريال يا اخي يا اخي يا ما فزنا على فريق كبار يا اخي احنا شوف احنا نبي احنا نطالب لعيباتنا الحين احنا ما نبي شيء خلاص صحيح كاس الامير خسرنا منه لكن طالب لعيباتنا نبي الاسيويه احنا ما ترضينا الاسيويه نبغي الاسيويه خلاص نبي الرباعيه لكن الغرافه يقول لك يا كبير يا صغير ما يكبرني لغب الغرافه كبير طول عمره كبير مره ثانيه اقول لك مبروك للريان ولعبت الغرافه كلكم على راسي ما قصرتوا بيض الله وجهكم اول شيء نحب نشكر نادي الغرافه نحب نشكرهم على الموسم هذا الحلو كامل يعني خساره لكن مو مشكله ان شاء الله في الاسين عوض يا اخي شكلك الشوط الثاني يعني في تراخي بالنسبه من الدفاع خصوصا الاطراف حام شامي واحمد فارس لكن مشكله ان شاء الله في الاسيويه يعوضون يعني بنوقف وراهم في الاسيويه يا اخي ندور من يفوز علينا من يفوز علينا تعبنا واحنا نفوز تعبنا السنه كامله تعبنا والله تعبنا يا مشعل تعب الغرافه خلاص يعني اهلككم الريان صح ولا لا ما اهلكنا يبا ما اهلكنا وبذكرك مباراه قطر قلنا اذا نبي نفوز على مزاجنا يا مشعل عادي يا رجال عادي وين زهقنا من البطولات زهقنا من البطولة الرباعيه لا في الاسيويه في الاسيويه للحين موجوده الاسيويه الرباعيه المحليه يا اخي العزيز عادي نبي تصدقنا للريان السد على القمه ليش على القمه؟ اربع مرات جابها عادي وين المشكله؟ الريان ما فازوا احنا اللي خسرنا هم ما فازوا علينا احنا اللي خسرنا احنا باخطائنا احنا بس وان شاء الله نعوضها في الاسيويه